امال ابنك فين؟ ابنك حبسته في الاوضه واخدته منه التليفون وخلاته قاعد يذاكر. ايوه كده، هو ما يستاهلش اصلا الا كده. اصبر بس، والله لا همشي على عجين ما يلخبطوش. هاي، ممكن نتعرف؟ ايه السرعه دي؟ البنت دي جاهزه للشقطه ولا ايه؟ انا اسمي عبده، وانت اسمك ايه؟ هي الصورة اللي انت حطها خلفية دي صورتك؟ شيماء، شيماء. طيب هو انت مرتبطة؟ شيماء، عينا ليلى ليه؟ شيماء. مش عارف اقولك ايه والله، احرجتيني. حبيتك قوي يا شيماء، ممكن نتقابل؟ انت متأكدة انك اخدت الموبايل من الولد؟ اخدته وعيناه هنا. ليه في ايه؟ ليه في؟ انا عيناه هنا. الواد اخده يا ابن الجزمة. ايه دي يا ماما؟ في ايه؟ انت داخلة تدحي فرخة؟ ده انت يومك اسكت. تعال. شيماء يا شيماء، شيماء رد عليا يا شيماء. في ايه يا ماما؟ مين شيماء دي بقى يا حلتها؟ يوبا يا ماما، يا ماما الاستاذ كان قايل لنا في المدرسة مفرد اشياء شيماء، فانا عمال احفظها عشان ما انساهوش. يا حول الله، انت شكلك بتخرف يا ابني. نعم يا ابني، نعم نعم. نمت عليك حيط. طيب بصراحة عشان انزل قبل. ماشي 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 ماشي. ايه طقم الخريف الشتوي اللي انت لابسه ده؟ إيه، رايح اقابل واحد صاحبي، انا مش مرتاح للمشوار ده كده، بس ماشي. المهم ما تتاخرش بره وتيجي بدري. حاضر 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 حاضر. الو، انت فين؟ تمام ماشي، انا هدور بس الاوتومبيل بتاعه واجي لك على طول، استنيني. شيماء عبدو،